السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم جديد في هذا الفيديو الجديد. والمناسبة راه باينة، كيف كتشوفوا العالم المغربي كسقيط على العالم المغربي والتوني ديال ديما ماروك. المناسبة كيف كتعرفوا كيف كلشي كيعرف بأن المغرب تأهل كأس العالم قطر 2022، وهذه المرة السادسة في تاريخ المنتخب المغربي اللي كيتأهل كأس العالم، من بعد ديال 70 في مكسيكو و 86 في مكسيكو أيضا، و 94 في أمريكا و 98 في فرنسا والاخير ديال روسيا. وغادي تكون هذه ثاني مره كنتاهلوا فيها لكاس العالم جوج مرات متتاليين بحال 94 و98 ودابا 2018 و2022. كلشي فرحان كلشي مبسوط، انا بالفرحه ديالي باقي كان السوفل مشى ليا التشجيع وعايش على الاعصاب وهذا. المهم الحمد لله النتيجه تاهل، عندنا ما نقولو، الهدف اللي كنا بغينا نوصلو ليه حنا وصلنا ليه هو التأهل. دابا شنو كاين من بعد التأهل؟ كيف شفنا وكيف كلشي شاف من بعد المباراة سواء الإقصائي ديال كأس العالم ولا نهائي ديال كأس إفريقيا، كنشجعو وكانت كتكون شي نتائج خصوصا في الإقصائي ديال كأس العالم، ولعبنا جميع المقابلات ديالنا الستة في المغرب، وكنا كنبهو وكنعاودو نكررو هاد الكلام. كنقول بان راه هذا المعيار ديال ستاد مقابلات في المغرب كلهم انتصارات راه ماشي معيار حقيقي اللي نبنيو عليه القوه ديال المنتخب الوطني المغربي. راه المنتخب مازال كيبان لنا فيه النقائص، فيه بزاف ديال الحاجات اللي كتبين الضعف ديالو. خاصنا نتلاقاو نلعبو في وسط افريقيا، لان كان اغلب اللعابه اللي في المنتخب عمرهم لعبوا في وسط افريقيا، وكنا كنبغيو هادشي. وفعلا جات نهائي ديال كاس افريقيا في الكاميرون، اول مره اللعابه غادي يكتشفوا ماشي كلشي، لان كاين اللي لعب بحال بونو بحال سايس بحال، ولكن كانوا شي لعابه شاعير ولوزا وبزاف ما عرفت نذكر الاسماء بزاف. اول مره كيكتشفوا شنو هي تلعب في وسط افريقيا، شتو شاعر دخل ما كملش حتى نص ساعه وخرجوه. هذا المهم، وتما بانت الهضره اللي كنا كنقولوا بان المنتخب راه صعيب عليه بهذا اللعب هذا يواجه الفرق الافريقيه في المنتخبات الافريقيه في البلاد ديالهم، وتاكدات وخرجنا من الدور الثاني باخطاء كارثيه بتدبير وتسيير ديال المدرب، تسيير فاشل، خطط عقيمه. جميع الخبراء جميع المحللين جميع الصحفيين كلشي قال بأن المنتخب المغربي عنده تشكيلة غنية ولكن المدرب فقير، المدرب فقير في الخطط، فقير في التعامل بزاف الأمور. باش يشد المنتخب ويحيد ليه الركائز، كنعرفو واحد إلا بغا يبني دار عمارة دار الساس كيف ما كيبدا بالساس وعاد البودرات الركائز. حنا المنتخب الوطني المغربي كان غادي بلا ساس بلا ركائز، كان عندنا نجوم اللي اي واحد كيتمنوه، وطلعت حالو الهضره على زياش ومزراوي وحمد الله وبزاف بزاف. هو التعنت ديالو خلانا بان فقدوا هاد اللعابه اللي كانوا عندهم القيمه ديالهم، وهاد المدرب بوحدو اللي كيقول لك حتى السميه ديال الوحيد والمدرب الوحيد في العالم اللي غادي غير كوش، ما كاينش كما نقولوا على الاقل يشد العصا في الوسط، على الاقل يدير الخطر على والو. المهم حنا رجعنا لهاد الاحداث وداكشي، ولكن راه ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. تاهلنا مزيان، ولكن هاد المدرب راه شتت الشمل ديال المنتخب. هاد المدرب دار صراعات وسط المنتخب، صراعات بين الجماهير في الجامعه بين اللعابه القدام والجداد المحيط، شتتو هاد المدرب. انا كنظن بان الانتصارات اللي كانوا كيديروا اللعابه المنتخب كانوا كيديروا من اللعابه بالاراده ديالهم، وهادشي كيفكرنا كيف درت واحد الفيديو سابق على كيفكرني بداك الفتره ديال 93 94 فاش تأهلنا كاس العالم ديال 94. كان عندنا المدرب اللوزاني اللي شتت الصراحه الفرقه الله يرحمه مسكين، وجا من بعد منه بليندا حتى هو الله يرحمه، بليندا حاول يجمع، بليندا كانوا عطاو المنتخب رق باء والاخر المنتخب الاول، وبليندا بالمنتخب باء كان دار نتائج احسن من النتائج ديال وحيد اللوزاني، لان كان راسو بحال هاد واحد حتى هو كان ضد النجوم اللي كانوا في ذاك الوقت وابرزهم في الفتره ديال التسعينات
هو رشيد داودي. رشيد داودي كان نجم النجوم، يعني واحد اللاعب اللي كان خطير، يقدر يغير نتيجة المقابلة بوحدو في أي لحظة. هذا كان جري عليه بالإضافة لبعض اللاعبين الآخرين، منهم الغريسي، منهم الحداوي، منهم بزاف. عزمي المهم جاب ليندا ورجع داك التشكيلة، وبهذاك الغريسي اللي كان كيلعب هو في الفرقة باء استطاع به باش يسجل الإصابة اللي تأهلنا بها كأس العالم ديال 94. المهم في ديك الفترة باش كيفكر في هاد واحد، هذاك اللوزاني الله يرحمه كان حتى هو راسو قاصح، ما كيبغيش، يعني كيختار هو شي لعابة اللي المغاربة كاملين مجموعين كيقولوا بأن هاد المدرب هاد اللعابة راه ما يستحقوش يحملوا القميص ديال المنتخب الوطني، وبالعكس كاين لعابة اللي يستحقوا ما كيلعبوهمش. كذلك هاد الواحد الوحيد بوحدو في العالم اللي كيبان ليه شي حوايج اللي ما كنشوفوش، لعابة غير رسميين، ويعطي لك يقول لك راه كاين منتخبات كيديو لعابة غير رسميين ما كيلعبوش في الفرق ديالهم وكيلعبوا في المنتخبات. السي محمد اش هاد الهضره هاد؟ انت من نهار جيتي كتقول لك انا بغيت اللاعب الواجد، اللاعب اللي هذا، وعندك لعابه واجدين ما كتجيبهمش، شتتي نفخة. اذا مزيان، الله يكثر خيرك، شكرا، بارك الله فيك، كنشكروك على هذا المجهود اللي درتي، ولكن سير بحالك صافي، لان العربون راه بان غادي نشكروك، ما تنكروش ليك، ولكن سير بحالك، الله يرحم ليك الوالدين صافي. وصلتي لهاد المهمة اللي بغيتي تسمى تكتب لك في السي في ديالك بأنك راه أهلتي لبعض المنتخبات، مبروك عليك أهلتيهم، ولكن ما بغيناكش، خاصنا شي واحد اللي يجمع ماشي يشتت. المهم رجعت للمشاكل، ولكن ما غاديش هاد المشاكل تنسينا في الفرحة، غادي نفرحوا، وهنيئا للمنتخب الوطني ديالنا، هنيئا للعابة ديالنا، هنيئا للجمهور ديالنا بهذا التأهل. ولكن كنقولها ونعاودها، هاد المدرب خصو يمشي بحالو، بارك عليه، فقصنا عيشنا الأعصاب ديالنا، وصلات المرحلة أهلتيهم، والله يعاون سير دبر لك على شي فرقة أخرى، ولا شتا قعود ديالك ولا دير اللي بغيتي دير، خلينا اللعابة ديالنا نشوفو لهم شي مدرب مغربي ولا شي إطار كيف ما بغا يكون إلا هاد واحد. ومبروك علينا ومبروك عليكم، وهي ومبروك علينا، هادي البداية ومازال مازال. تحياتي.